اقعد اقعد يا ريس. على مهلك على مهلك. مرتاحي. المصنع ده كله بتاعي يا رجب، ملكي. وانتي ورثتيه يا ريسة؟ عمري ما كنت من الورثة ولا كنت عايزة أبقى منهم. المرحوم كتب لي المصنع وسجله لي في الشهر العقاري، كان خايف عليا من الورثة. المصنع ده يا رجب 3000 متر. عارف يعني إيه 3000 متر في وسط البلد؟ تعرف المتر بكام؟ وكل يوم في زيادة بالزيادة بالزيادة. عشان كده يا ولا أنا عايزة أتجوزك عشان تورثني يا مغفل. أنا عارفة دماغك فيها إيه، بس أنا زمان كنت واحدة تانية. عارف يا ولا يا رجب، أنا دخلت المصنع ده وأنا عندي 16 سنة. كل العمال في المصنع، الرجالة بقى كلهم من شاب لعيل لعجوز، لازم يصبحوا عليا كل يوم، يقولوا صباح الخير يا أصيلة يا وش الخير، حتى المنشاوي. أنا كنت زنت الصبايا يا رجب، عارف كانوا بيقولوا عليا إيه؟ يقول البت دي حلوة قوي وجسمها حلو ونخشة كان. هو الحاج عبد الفتاح المنشاوي ده اتجوزك يا ريسة؟ أياميها ما كانش حاج، هو اتشرط عليا شوية شروط كده وأنا قبلتها، بس أنا كمان اتشرطت عليه، بس أنا شرطي صح، قلت له لازم أتجوز بقسيمة متوسقة. هو شرطه كان غريب قوي، عايزني أفضل شغالة في المصنع ومحدش يعرف إني اتجوزته. أصله كان غاوي، أفضل تحت عينه كده وشايفني وسط زمايلي وعلى طبيعتي. وخد لنا شقة في السيدة زينب شلاية ست وفرشها على مقصه، كان بيرتاح فيها قوي. عارف انت لما كان ياخد تعسيلة، أول لما يقوم من النوم يحمد ربنا على النومة الحلوة. أيوة بس هو كان عنده بيت تاني. أيوة يا ولا، كان متجوز واحدة تانية، ما هدي أم الورثة اللي قطعوا بعض. هو ما كانش راجل مزواج، بس كان عاوز يعيش على راحته. كان يقول لي وأنا معاكي بحس ان انا عايش مع اهلي. يا سبحان الله. ولما انت كده يا ريسه، مالك انت ومال ولاده وبنات الشوارع؟ ده انت زعيمه، ده انت بحركه صباع بتنقلي شوارع. ما انا ولاد الحلال خوفوني وقالوا لي الدنيا ما بقتش زي زمان، قالوا لي ان ممكن اجي الخرابه ما لقاهاش، القى طالع برج فيها ولا حاجه. واحنا بقينا في زمن الخطف، وبرضه بقينا في زمن الحق في ضايع على طول. قلت احرس ملكي بنفسي، سبت شقه السيده وجيت قعدت هنا، وما جبتش غفير، ما الغفير ممكن يبيع. واول ليله يا رجب بت فيها لوحدي، ربنا ما يوريك، كنت مرعوبه، ما هو اللي يسرق يقتل. وانا وحدانيه، لا عندي حبيب ولا قريب، عايزه ونس، عايزه لمه، اعمل ايه باي حد ايا كان معدي عاوز حته يبات فيها، بت راجل ست عيل، أقول له تعالى. وعملتهم كويس عشان يحبوني ويخافوا عليا. دلوقتي بس أنا فهمت يا ريس. يا ولا أنا هتجوزك عشان تورثني، ولما تورثني ابقى اتصرف في مالك زي ما أنت عاوز. ده نور ده في ده قالك يا سيد. انت مش ملاحظ يا سيد؟ امورين. طبعا عارفني. طبعا عارفك يا ست ام عاطف. ام عاطف بس؟ ام عاطف والست نواره والانسه تغريد. ايوه الانسه تغريد اللي انت خدتها اخر الدنيا على كوبري امبابه، كنت فاكرها موزه هتقشرها، طلعت اشد من حبايه الدوم. بتضحك ليه؟ أولاً كوبري امبابة ده حضرتك اللي اخترتيه، ثانياً بنتك لو موزة
تتقطع ايدي قبل ما اقشرها، هي او غيرها. انا بفهم في الاصول كويس قوي يا ست سميحة، واعرف يعني ايه شرف بنات الناس. امال قطعت ليه؟ انا ما قطعتش، بس يعني مش معقول هاجي لكم البيت كل شويه من غير مناسبه. عندك عداد النور؟ تعال اكشف عليه. هو القرايه كل يوم؟ انا بخاف من كلام الناس، البيوت سمع. لولا اللي انا شايفاك قصادي راجل بجد وما بتكذبش كنت قلت عليك نهايته. انت طفشان ليه؟ انا مش طفشان والله العظيم، انا مش طفشان، انا بس بصراحه مكسوف منك. كنت حابب ان انا اعرف تغريد وهي كمان تعرفني من غير وصايه من حد، من غير توجيهات، بالعربي كده على طبيعتها. لا يا خفيف، بنتنا مش سمكه تعوم في البحر زي ما هي عايزه وتكون تحت رحمه الصياد الشاطر. اقسم بالله العظيم ابدا، ثلاثه بالله العظيم ثلاثه، انا ربنا هو العالم بالنوايا. خلاص ما دام نواياك طيبه اعتبرني معرفش. ما ينفعش، حضرتك عرفتي كل حاجه. خلاص المطلوب منك دلوقتي انك ما تعمليش علينا وصيه، يعني سيبي كل واحد فينا يفهم التاني من غير توجيهات. هو ممكن بس بالشروط. أموريني. وفوق الشروط شروط كمان، انا مش عايزاها تخيب خيبه اختها. ان شاء الله مش هتخيب خيبه اختها، انا والله العظيم اقدر احافظ عليها كانها اختي بالظبط. انا مش عايزاها زي اختي، الاخ ما بيتجوزش اختها، اعتبرها بنت عمي. هو انا عارف اشوفها اصلا عشان اعتبرها اختي ولا بنت عمي؟ خلاص هخليك تشوفها. يبقى كتر الف خير. عايزاك تفسحها البيت زي ما قالت لك مكتومه كتمه الفول المدمس، عايزاك تحطها في حته نظيفه كده اهو عشان تحس ان هي بنت زي كل البنات. ما تخافيش عليها، تغريده عندها ضوافر بقطه. بقول لك ايه، لو تغريد عندها ضوافر امها اللي هو انا عندها ضوافر واسنان وسيوف وسكاكين، ثلاثة بالله العظيم اكلك باسناني اكل. الو، ايوه يا عاطف، مقالت ايه؟ معلش انا كنت مشغول الفترة اللي فاتت دي، على اخر النهار كده كلمني اكون قريته. مع السلامة. ايوه يا سلوى، في ورق عندك كده بتاع عاطف، طلعيه واقريه وقولي لي رايك فيه ايه. مع السلامة. صباح الخير يا هند. صباح الخير يا باشمهندس. في حاجة تخص الشغل النهاردة؟ مفيش حاجة مهمة، مدير التلاجة اللي الشركة مخزنة فيها اللحمة طالب دفعة. أما الناس أمرها غريب صريح، أنا مش فاهم ملهوف على الفلوس كده ليه طالما اللحمة لسه عنده. هو حضرتك لسه ما بعتش؟ لا يا ستي، أصل مسألة البيع دي شغلانة ليها ناسها، وبعدين في ناس بتعرف تشتري وما تعرفش تبيع، وفي ناس تعرف تبيع وما تعرفش تشتري. أنا بقى مش عارفة أبيع. ليه؟ ده البيع امر سهل قوي. طب ازاي؟ حضرتك هتبيع لحمه، يعني بضاعه مطلوبه. ايوه، ما حدش طلب ليه؟ الاول الزباين لازم يعرفوا ان احنا عندنا بضاعه، والموزعين والتجار يتعرفوا على الشركه عندنا هنا. ده انت متهشه بقى. اعمل اعلان صغير في اي جورنال وانت مش هتلحق على طلبات الشركه. برافو عليكي، من هنا ورايح انت المسؤوله عن قسم المبيعات في الشركه. متشكر يا هند. هند، يا ريت بقى تكتبي صيغه الاعلان ده بنفسك. تعالي يا سلمى. كويس جدا يا استاذ. هو ايه اللي كويس؟ التعليق اللي كاتبه عاطف. معقوله؟ زي ما بقول لحضرتك كده، اتفضل شوف بنفسك. لا اقري لي، اقري لي كاتب ايه؟ حكايه صوره، والعنوان اللي كاتبه المسلم الذي تحول الى كافر. اول القصيده كفر كده؟ بس عنوان على فكره مثير جدا، كملي. تخطى الأربعين عاما من عمري، عاش الفقر والحرمان، طعامه لم يتغير تقريبا طوال عمره، حيث طبق الفول في أفضل الأحوال، عاش يحلم بغداء أو عشاء يتذوق فيه طعم اللحم، وجاءته الفرصة كانت أمامه مباشرة ولكنها كانت بعيدة تماما عنه،
يراها ولكنه لا يستطيع أن يلمسها. المكان استوديو الأهرام السينمائي، وأثناء تصوير المسلسل الديني أعدت وليمة عظيمة لزعماء الكفار وأتباعهم الذين يتآمرون على النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. ولأن المخرج أراد أن يكون الديكور المشهد كأنه حقيقة، صنعت الموائد عامرة بأفخاد وصدور الضاني وجبال من قطع اللحمة والرز. رز هو موهوب بس الأسلوب فيه ركاكة شوية. لاحظ أن دي أول مرة حضرتك؟ لا طبعا طبعا، ده كويس جدا، كملي. وقرر ألا تفلت منه هذه الفرصة التي لن تتكرر في حياته كما اعتقد، ولأنه مجرد كومبارس هزيل الجسد وهو ضمن مجموعة من الفقراء المسلمين ومكانه في ديكور آخر ولا يمكن أن يتواجد في ديكور الكفار الذي سوف يشهد الوليمة، فقد قرر أن ينتقل من دور المسلم إلى دور الكافر بأي طريقة. وبعد الرفض والمعاناة والإصرار رق قلب المخرج له وسمح له بأن ينتقل إلى صفوف الكفار. وكانت هذه الصورة، الصورة والحكاية التي يجب أن نتأملها. لو كان هو اللي كاتب المقال ده يبقى مدهش، انت ايه رايك؟ انا زي راي حضرتك يا فندم. انا رايي ان ولد موهوب، مشروع صحفي جيد، ننشرها. تمام اتفضلي. الجنيه بيفرح ناس، الجنيه بيبكي في ناس، الجنيه بيجوز ناس من ناس ويطلق ناس من ناس. الجنيه لما يحبك كل الناس معاك، الجنيه بيدفي القلب، بيعلي الشوق، يا شوق يا شوق. مع المطربة نعناع. واصحاب الليله، واصحاب الليله. العروسه اللي ملهاش زي، ملهاش زي. واهل العروسه، واهل العروسه. الافاض، الافاض، اهل المنطقه. بقول لك ايه، مش عاوزين نطول، كام صوره كده على الماشي، احنا جايين مجامله زي ما انت عارف. اللي تشوفه يا حاج. نركز على العروسه والعريس. عينيا. السلام عليكم. لازق ورايا كده، اي صوره تعجبك خدها. ها ماشي. وحررت فوق قلبي اللي حبك ودفى حبك. على فكره بقى المغنيه اللي اسمها نعناع دي ما بقتش زي الاول، هبطت خالص. هبطت؟ هبطت ازاي يعني؟ اذا كان على المغنى اهو كلهم زي بعض، وهي عيشه بتغني زي ام السعد. هو يقصد المغنى والهيئه يا معلم شرشان. مفيش حاجه بتفضل على حالها، حتى البني آدم سيف الزمان على الكل، وهي بتقاوح عشان أكل عيشها. بس إيه رأيكم في البنوتة الحلوة دي؟ نتاية. نتاية؟ أي نتاية؟ دي أوكشة. يا سلام يا معلم شرشابي، أنت جواهرجي، تعرف الأصل من الفلس بنظرة واحدة. خد يا ابني أنت، تعالى صورنا صورة حلوة كده. بيقول لقلبك من حب دوق، ارحم يا شوق، يا شوق يا شوق، ارحم يا شوق، يا شوق يا شوق، ارحم يا شوق. ما نعرف بعض صح؟ يا خرابي، الدنيا صغيرة، بس ما كنتش عارفة انها صغيرة قوي كده. بص يا عاطف، قبل اي كلام لازم يكون بينا اتفاق. انت مالك سخنه كده ليه يا بت؟ ولا سخنه ولا بارده، راجل وقد كلمتك ولا اقول لك وش الضيف؟ انت عاوزه ايه يا بت؟ انت ما شفتنيش خالص، واوعى تجيب سيرتي قصاد رجب الفرخ صاحبك.
انت زي ما انت شايف انا اتغيرت خالص. ايه اللي اتغيرتي؟ انت مش البنت المفعوصه اللي شفتها اول مره وكانت ريحتها يعني لا مؤاخذه ما تاخذنيش. طب ما انت كمان نضفت وبقى عليك القيمه الحال من بعض. بقى ليكي ضوافر يا بت. يا اخويا لولا الخربشه كانت القطط بقت ارانب. طب هما دلوقتي النعجه وفرخ بيدوروا عليكي وخايفين. وانا يعني عايز عاطف يا حلواني بدل ما ننطح في بعض تعال نتفق احسن. انا مش عايزه اخسرك واللي باين في عينك ان انت مش عايز تخسرني. وبعدين ليه نخسر بعض لما ممكن نبقى اصحاب؟ عندك حق. الفرح شطب انا لازم امشي دلوقتي. اشوفك تاني ازاي؟ ما تقلقش انا هعرف اوصلك. ابن الكلب الوسخ. مين اللي مزعلك قوي كده كروان؟ النطع المعفن اللي وقف وسط الفرح ويقول سكتوها سكتوها وشغلوا الكاسيت. سكراني قبلتي؟ لا انا هنزل اجيب ام. بقول لك سكران. حتى لو سكران عيب قوي يعمل كده. المفتري ابن المفتريه زي ما يكون جاب سكينه وشق قلبي بيها. منه لله منه لله. ما هم الناس شتموه. بجد والنبي يا مبسوطه وغلاوتك عندي. عم فوزي الامور يا كروان. اطلع بينا على اي مكان ناكل لقمه. صحاب الفرح كانوا مكحيانين وبيوزعوا على الفرح سندوتشات جبنه وبسطرمه. اي السافل السكري ابن الواطي. خلاص يا كروان بقى ليه لو عدت؟ لا يا اختي ما عدتش. هو انا عارفه اتلم على نفسي من ساعتها؟ ما انت برضو يا فنانه راكبه دماغك واي حد بيقدم لك نصيحه بتبقى تقيله شويه على ودانك. يا اخويا من غير لبت وعجنات من الاخر. الزمنا جديده كروانة. يا دليله عليا ما انا لسه مجدده يا ابني. ده انا اشتريت اغنيه من اشهر واحد بيكتب اغاني واكبر واحد ملحنها. مش ده المطلوب. الاغنيه زي الفل كلام ولحن متغني لكن يعني. لكن يعني جمهور الافراح بيختلف من منطقه لمنطقه ومن شارع لشارع. ازاي يعني؟ انا اقول لك محتاجين اغنيه تخلي النايم يصحى والمسطول يفوق ويهز نفسه. عايزين اغنيه تاخد وتدي مع الجمهور تخليه يرقص ويغني. اغنيه هيصه الناس دلوقتي بتحب الهيصه. اخبار النقطه يا شوش؟ كلك نظر بقى يا كروانه. انت لسه قايله في العربيه ان الفرح كحيان والفرقه مروحه بيوتها وهي مش مبسوطه. اسمع يا شوش انا عايزك تدور على حد يلحن وحد يكتب ومش عايزه منتج. انا اللي لحنتك. جميل. السلام عليكم من نشأة. سلام ورحمة الله وبركاته. اهلا استاذ عاطف. خير يا استاذ عاطف؟ بص هات خمس نسخ من السهم واللي اقول لك خليهم 10. طب ما تفرحني معاك وتقول لي في ايه؟ اقرا صفحه المجتمع. فيها ايه صفحه المجتمع؟ فيها انا. عال عال الف مبروك يا عاطف. انت كده حققت خطوه لقدام. بس خلي بالك انت اخترت الطريق الصعب. ليه سيادتك؟ رأس مالي كاتب ثقافته. لا شهادة جامعية ولا حتى الدكتوراه ليهم أي لازمة من غير ثقافة. أنت لازم تقرا كتير. عندك مكتبة؟ لا أنا ما عنديش بس غير كتب المنهج بتاعت الوزارة. وعايز تكتب في الصحافة؟ طب اقرا لي كده كتبت إيه؟ لا مش هينفع عشان نسيت الجورنال النهارده. طب ما تبقاش تنسى تجيبه المره الجايه. شوف نبتدي بايه بقى. يلا تخطى الأربعين من عمره عاش الفقر والحرمان. طعامه لم يتغير تقريبا طوال عمره حيث طبق الفول في افضل الاحوال. عاش يحلم بغذاء او عشاء يتذوق فيه طعم اللحم. كفايه بقى عاوزين نشوف شغلنا واكل عيشنا. يابا عاطف اذن وقفين في الجورنال. قبضنا وصرفنا. يابا دي حاجه كويسه. جايز تكون كويسه بس انا مش عارف ليه قلبي مقبوض من الحكايه دي. شوفي مين يا تغريب. جرى ايه يا ربيع؟ يعني ايه قلبك مقبوض؟ دي وسوسه شيطان. طب يا ريت كده يبقى صحفي كبير وله شنه ورنه. ربنا يجيب العوائب سليمه. ده معتمد يابا. ازيك يا معتمد؟ خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. انا عايز مراتي ان شاء الله بعد بكره الساعه 10 الصبح. وشمعنا الساعه 10؟ عشان هنطلع على المطار. تذكره السفر جاهزه والحجز جاهز. ها قولي لي كنت عايزاني في ايه استاذه؟ هو انا ينفع اقرا واكتب؟ انت عايزه تعلمي فعلا؟ ينفع
انا مش عايزه العلام يعني اللي زي علامك ده، انا عايزه يدوبك يعني حاجه على قد كده، اعرف اقرا جورنال، يافطه، عنوان، واكتب اسمي واسامي ناس تانية كتير. حاضر، سيبيني افكر لك واشوف لك طريقه. ماشي. عارفه قبل سلوى ده لو حصل هيبقى عندي الدنيا وما فيها. مش هتصدق يا ريس، حاجه خياليه. عارف حته الارض دي طلعت بتاعه مين؟ الاوقاف طبعا. لا يا ريس، حته الارض دي بتاعه المرحوم عبد الفتاح المنشاوي، وكانت مصنع حلاوه. قبل ما يموت بنى مصنع جديد وقفل المصنع القديم. وطبعا الارض دلوقتي ملك الورثه، والورثه بينهم مشاكل ملهاش اول ولا اخر في المحاكم. لا يا ريس، هنا المفاجاه. الارض دي باسم واحده ست اسمها اصيله ابو القمصان. بتقول ايه؟ انت متاكد من الكلام ده صبحي؟ عيب يا ريس، انت عارف شغلي. اصيله ابو القمصان انت تعرفها يا ريس ولا ايه؟ اللي اعرفها بقى كتله الدهن المتحركه دي تملك المساحه المهوله دي اللي فيها المصنع. يعني الست دي فاتحه المصنع مأوى ومرتع لعيال الشوارع بمزاجها؟ طب ليه؟ يا عبيط، الست دي اذكى مني ومنك. الست دي بتكسب الماز وذهب، بتكسب قد اللي كانت بتكسبه من المصنع وهو شغال 20 مرة. اسمع صبحي، الست دي يوم كنت معاها في الحفلة قالت قدامي انها هتتجوز. انا عاوزك بقى بشطارتك تعرف اتجوزت مين، لان الموضوع ده بقى لغز بالنسبة لي. حاضر يا ريس، هستأذنك انا. ماشي يا ست ام القمصان. تعرف يا عاطف ان الموضوع بتاعك لقى استحسان كبير قوي عند القراء؟ ناس كتير قوي من صحابي ومعارف يكلموني. الحمد لله يا استاذ. انا عايز بقى حكايه الصوره دي تبقى مره كل اسبوع. مره كل يوم لو عايز. لا، مره كل اسبوع عشان تقدر تختار الصوره والحكايه بشكل دقيق. عايزين القارئ يستناها بشغف ان شاء الله. عايزك تركز على الموضوعات الانسانيه والطريفه. بالنسبة لبقية الصور ما تقلقش، هكلمك نجوى كمان اللي أنا كلمتك عنها، هتاخد منك كل الشغل ده، وكده تبقى بعت كل شغلك يا سيدي. ربنا يوفقك. مشاكل لحضرتك. شكلك مبسوط على آخر. شكرا يا أستاذة. على إيه؟ على كل المجهودات اللي عملتيها، يعني ذوقك وأخلاقك و الجرأة بتاعتك، ويعني المساعدة ساعدتيني كتير، وانا يعني ايوه. ركز وقول جملة مفيدة او جملة كاملة على الاقل عشان افهمك. انا عاوز اعزمك عزومة اصدقاء. تعزمني على ايه؟ اختاري. خلاص، يبقى سيبني اختار براحتي، لما اختار هبقول لك. شوف بقى، الحسيني اللي بعتك ليا من يوم ما كان شغال عندي وعارف اني احبش اخد البواقي. اللي بيشتري قماش بياخد التوب من اوله، واللي بيشتري قوطه بياخد من على وش القفص. فهمت؟ فاهم حضرتك. انت اسمك ايه؟ عاطف ربيع. بص يا عاطف يا ربيع، انا ليا نظام في شغلي، تخالفه يبقى ما تلزمنيش خالص. انا هدفع لك 5 جنيه زياده عن سعر السوق في الصوره اللي تعجبني، بس بشرط ما تروحش لحد تاني. الصورة اللي ما تعجبنيش انت حر فيها. نفس طلبات الأستاذ الحسيني. ما هو اتعلم هنا. واضح ان حضرتك مدرسة، انا تحت امرك. يبقى متفقين. بس انا ليا طلب عند حضرتك. قول. اسمي. اسمي كتب تحت كل صورة بصورها. حقك، وانا كنت هعمل كده من نفسي. بس يكون في علمك الشغل معايا حسب شروطي انا. لا مؤاخذة يا أستاذة. نعم. الفنانة نهاية جلال على التليفون، ودي رابع مرة تطلب حضرتك. حوليها، أنا عارفة هي عاوزة إيه. حاضر. نهاية جلال نجمة الإغراء؟ هو في نهاية جلال غيرها؟ دي أفلامها مكسرة الدنيا. حبيبة قلبي المتألقة على طول، ازيك يا ناهد؟
اي اخبار حلوه تخصك انا جاهزه. واخده على خاطرك مني؟ هو انا اقدر؟ مش عاجباكي؟ انا بنشر الصور اللي موجوده عندنا، بعتي لي الصور اللي تعجبك وانا غرق المجله بيها. ده انا اتمنى، ده انا بوزع بيكي يا نجمه النجوم. مع السلامه يا حبيبه قلبي. هو انا ينفع صورها؟ لسه بدري عليك، وبعدين دي قبل التصوير بتحتاج شغل كتير، كوافير وماكيور وكم شغلانه تانية. انا كنت فاكر انها ممكن اصورها تخطيفي كده يعني على الطبيعه. طبيعه؟ طبيعه دي راح زمانها خلاص. زي ما قلت حضرتك مدرسه، وانت بقيت تلميذ فيها، على الله تفلح. ان شاء الله هبقى عند حسن ظن حضرتك. استاذن. مع السلامه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الله العظيم. البطاقات لو سمحتوا. بطاقة العريس وبطاقة العروس. والشهود. فضل مولانا. فضل مولانا. فضل. عادل حسان سليم المواردي. المهدي. المهدي يا مولانا. المهدي. جرايه يا سي رجب، انت هتتجوز باسم واحد تاني؟ الناس يا اخويا بتتجوز باساميها. جرايه بنت عفاف، عادل حسان ده اسمي الحقيقي، رجب الفرخ ده اسم الشهره. ها خلاص كمل انت يا مولانا، مالكش دعوه كمل. ما واحده فيكم تسمعنا زغروطه. بقول لك ايه عمري، القسيمه دي اهم حاجه، تدفع له قرشين زياده وتروح تاخدها بدري بدري وتشيلها جوه حبايب عينيك. وهي مبسوطه فين دلوقتي؟ يعني هتكون فين؟ تلاقي عندها فرح سهرانه فيه. كان يوم اسود يوم ما شفنا وشها. بعدين ايه حكايتك يا سلوى هانم؟ مش كفايه انك خليتي راسها براسنا؟ وهي بنت شوارعيه زي ما كلكم سمعتوا من بقها، بنت شوارعيه، ولما نطفت شويه بقت صبيه عالمه. وقال ايه حضرتك جايه دلوقتي نعلمها القرايه والكتابه؟ ايه اللي ناقص تاني؟ ايه المفاجاه اللي بعد كده؟ سوسن انت اخر واحده تتكلمي في الموضوع ده، عشان كلنا عارفين انت مش طايقاها. ليه؟ مع ان دي حياتك الشخصيه وانت حره فيها. يعني ايه؟ يعني البنت ماشيه معانا زي حد السيف، وعايشه معانا وهي مظبوطه. شكلكوا كده كلكوا بقيتوا ضدي. البنت عاوزه تتعلم القرايه والكتابه وطلبت منكم المساعده. اللي عايزه تعلمها اهلا وسهلا، مش عايزه تعلمها خلاص بلاش، هنعمل مشاكل ليه؟ هي ما طلبتش غير من صالو، وانا بعرض عليكوا عشان كلكوا تبقوا عارفين، خصوصا انها عرضت تدفع فلوس اللي تشارك فيكم. عايزه اعرف كرامتكم راحت فين؟ دي عايزه تشغلكم عندها، عايزه تستغل الظروف الصعبه اللي احنا فيها. انا الحصه بتاعتي ب2 جنيه والحصه ساعتين ان كان عاجبها، ولو وافقت تبقى تجيب السبوره والطباشير معاها. انت اتجننتي يا صفيه؟ انا بقى اتجننت لو كنت رديت اركب مع راجل غريب العربيه وخليته يحط لي عقد فل على صدري. حتى انت يا صفيه، انا شكلي كده لازم ادور على سكن تاني. طب انا بقى مستعده اشارك صفيه في المهمه دي بس من غير فلوس. متطوعه يعني؟ ولا متطوعه ولا حاجه، وفي حاجه ببلاش الايام دي. وايه الثمن بقى اللي انت عايزاه؟ يعني تغسل لي هدومي، تشتغل شغل البيت، وكده نحفظ مركزنا وكل واحده تقف على السلمه اللي تناسبها. يسلم فمي كده. لا ايه رايك يا وفاء؟ لا انا بره الحكايه دي خالص، لا عايزه حد يغسل لي هدومي ولا اخد فلوس من حد ولا عايزه اعلم حد. يبقى مش فاضل غير استاذه الاشتراكيه المهزومه في مصر. ها عايزه فلوس ولا غسيل هدوم؟ والله انا بعمل اللي اقدر عليه لوجه الله، وبعدين اعرضه عليها. مش جايز ما توافقش انها تغسل هدوم اي واحده منكم؟ معلش تعبتك يا رجب. انا خدامك يا ريسه. لا ما تقولش كده، انت بقيت صاحب المكان دلوقتي. على مهلك. على مهلك. على مهلي غصب عني. على مهلي. ربنا يديك الصحة. ده الواحد يا ابني بقى نفسه يتكرف منه كده، مجرد ما يتحرك خطوة ولا اتنين يديك الصحة وطولة العمر ويخليك. يا حبيبي. اه قعدني بقى. على مهلك. قعدني. ايوه. اه يعني بص بقى يا عادل، تستغربش انا من هنا ورايح هندهلك باسمك الحقيقي. ما ينفعش يا ريسه، ما ينفعش.
رجب الفرخ دوت اسم لبسني ولبسته، ولا انا ينفع اسيبه ولا هو ينفع يسيبني، وحتى لو سبته هيرجع لي تاني. البني ادمين دول رئيسة عاملين زي الشوارع، مهما غيروا في اساميها برضه هتفضل بالاسم اللي الناس عرفتها بيه. انا هفضل رجب الفرخ لحد ما اموت. انت هتقلبها بقى ايه؟ الله، ايه يا ولا في ايه؟ كل ما ابص لك فاكر يا ولا رجب، هقول لك رجب عشان ما تزعلش. اول مره شفتك فيه عملت معاك ايه؟ في كانت مقابله حلوه الصراحه. يعني عارف يا رجب، اول مره شفتك فيها بصيت في عينيك وفي صابع ايديك كده، عرفت ان انت مش متبهدل، وتأكدت ان انت ابن ناس، وحاجه من الاتنين، يا الدنيا بتاعتك طردتك يا انت هربان منها، وانا عمر نظرتي ما وقعت في الارض ابدا. يلا بقى. يلا ايه؟ يلا شوف.